على بركة الله مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من قلب سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء اللي مشهور لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد العالمي، في ظل غلاء الأسعار اللي كيعاني منه المواطن المغربي والتجار أيضا تهما تيعانيو، لأن حتى الأرباح راه ما بقاتش كيف ما كانت شحال هذه. اليوم كاين مشكل كيعاني منه التجار، كيقولوا بانه واحد التوقيت اللي دارته الاداره ما مناسبهمش. علاش ما مناسبهمش؟ هذا الشيء اللي جينا نعرفوه، واش هذا الشيء غيضر في المصلحه ديالهم اولا في مصلحه الفلاح اولا في مصلحه المواطن اولا في مصلحه الاداره ديال السوق؟ السلام عليكم. السلام اختي. شنو واقع اخويا؟ اختي ناضو. ماشي مشكل ناضو اختي شي نور. شوف الكاميرا. واخا شكرا. اختي اش غنقول لك، هذا السوق ولو فيه جمعيات بزاف ولو فيه النقابه بزاف، مابقاش نعرفوا مع من كنهضروا. كاينو دوك الجمعيات والنقابات شكون دايرهم؟ نتوما. وحنا دايرين، كاين جمعيات اللي كيخدموا للصالح ديالنا وكاين جمعيات كيخدموا ولا كيخدموا ضدنا. واخا نتوما اللي درتوهم. احنا درناهم ما نكذبوا ما والو، كاين اللي كيخدموا للصالح ديالهم وكاين اللي كيخدموا للصالح العام. اييه. حنا مابقيناش باغيين بلا ما نذكر الاسماء. نعم. دابا بالنسبه للوقت، كاين شي ناس هنا الوقت خدام ليهم. بالنسبه للماكاز، بالنسبه ل حيت عنده سلعه ديالو، إلا ما تباعش لي غيدخلها للفريكو. عنده الفريكو يقدر يسد عليهم شي حاجه. بالنسبه للجلبانه انا كتاجر وكفاعل جمعوي عندنا جلبانه، الا ما تباعش ديك الساعه خصني نبيعها، نبقى حتى 12 الوحده جوج خصني نبيعها، واخا نخسر في الثمن نبيعها. علاش المهم غير تليكي داعلك؟ حيت غير تليكي داعلك تحيد داعلك. لا خصها تحيد، واخا نحيد دراهم 3 دراهم الكيلو خصني نحيد عليا، الا ما تباعتش خصني اللوحه. الجلبانه راك عارف راه شي حاجه اللي سونسيبل، ماده اللي حساسه. تماما. نعم. بالنسبه للتفاح، بالنسبه للبنان، بالنسبه بلا ما إلا ما تباعش غيدخلها في الريكو تسد عليهم شي بحال هكا. بغيت نسولكم هذا التوقيت واش دارته الإدارة ولا داروه الجمعيات والنقابات؟ تنسيق من الجمعيات. تنسيق من الجمعيات أختي. حنا دابا لحد الآن بقى كنباحثوا منين جاي داك الشيء، وحنا ما عرفناش. المهم دخلنا وصافي. واش غير فقط في هذا السوق اللي كاين هنا ولا في جميع الأسواق؟ لا يلا القرار يلا خرج هذه السيمانة هذه. يلا خرج هذه السيمانة هذه. نعم، يعني بغيتي تقول لي أن هذه الجمعيات والنقابات كيشوفوا داك الشيء اللي كاين. ما غنعممش، ما كنقولش الجمعيات والنقابات، البعض. البعض ما غنعممش الاخر في هذا التوقيت هذا. البعض هما اللي سميتو. ولكن حنا سمعنا بان بعض الكميوات اللي كيدخلوا تيشريو من عندهم شي وحدين ما عندهمش علاقه بالتجاره. هذه النقطه اللي بغيت نشير لها. الشناقه باش كيوليو يبيعوا الاخر. انا نشرح لك استاذه. بالنسبه اللي كيقولوا الشناقه، ما كاينش شناقه عندنا في السوق. كاين البيع الاول والبيع الثاني، كاين تاجر وكاين بالجمله وتاجر نفس الجمله. بالنسبه لذاك السيد اللي جاب 24 طون ديال الجلبانه ولا ديال العطريه ولا سميتو 24 طون، غيبقى يتسنى في الخضار مع 4 الصباح يجي الخضار ياخذ عنده 20 كيلو 24 كيلو، ما يمكنش. السلعه باغي يخليها وراه، ما عندوش الكياس ولا عنده الحديد، ما عندوش الكياس ولا الحديد، راه عنده شي حاجه اللي الماده اللي خصها تتباع، خصها تخرج من السوق. كيجي التاجر الاول كيجي التاجر الثاني كيبيع 20 معاه، كيز عنده ديك السلعه 20 خيشه 30 خيشه كيديها يبيعها، ما كيديرش مع الثمن. باش نوصل لك، ما كيديرش مع الثمن، حيت كان يدير مع الثمن ويخلصوا، نقدروا نقولوا كيحتكر السلعه. يقدر يصور لك الدرهم ولا جوج دراهم، هذا السيد ما كيديرش مع الثمن، كيدي السلعه يبيعها ليه، كيجمع ليه فلوسه، الغد ليه، هذاك السيد اللي باع ليه السلعه كيمشي يشارجي فايج اخر، كيدخل، الغد ليه كيجمع جامع ليه رزقه. يعني هذا الشيء ديال الشناقه وهذه ما عندوش ما كاينش. شوفي ابلاتي، كيلقى جامع ليه رزقه، كيعطيني سلعه جديده، يعني ذاك السيد ديما غادي جاي في الطريق، كيجي فايج الاخر وكيجي يحطه ويجي. بالنسبه الى السيد ما كما قالوا ما بغاو يحيدوا هذا التاجر ولا مسكين سماوه همايا اللي بغاو يحيدوا هذاك السيد يجيب 24 طن يبقى يبيع ب 15 كيلو 20 كيلو تسنى الخضار غيجي يعمر عنده صندوق يعني ذاك الفايات في العود يبيعوا في نهار واحد غيدير فيه 3 ايام 4 ايام يعني الضرر غيولي الضرر تاع المدخول ديال العشر ديال الدوله فهمتيني يا استاذه يعني هذا التاجر اول والتاجر الثاني الجمله ونسب الجمله يعني ما عندوش دخل في الاثمنه يعني هذا التوقيت ما كيديرش هذا التوقيت ما ملائمش هذا التوقيت لان هذا التوقيت داروه احتكار اول حاجه غتزاد سلع المواطن ملي بنادم غادي يتجمع شنو داروا هما باش يجي جمال وخضار علاقه الوقت بالزياده ديال الاسعار على المواطن كل شيء لان ملي غيولي دابا التوقيت كاين دابا حنا نقولوا كاين واحد الطبقه ما كتجي كتسوق حتى ل 10 ل 11 ديال النهار اييه يعني ملي غيديروا الثلاثه ديال الصباح هادو حنا كنقولوا هادو خضار اللي كيعطيو للمواطن برا اللي كيليفريو على المواطن اييه يعني ملي غادي يجي خضار كيبيع للمواطن برا والناس اللي كتاجر هنا والناس اللي كتمشي لمدن اخرى يعني نفس التوقيت لا كتولي كتبيع انت بنفس الثمن يعني ماشي بنفس كتزيد كتولي خاصك تضطر باش يعني خاصك تضطر تاخذ السلعه باش يدركك الوقت تمشي لفين غادي باش نحاكم على غيرك يعني راه بين ما قال باش ما قال لك غتاخذ ما غاديش تبقى باش غادي تسنى لا تسنيتي ما غاديش يطلق والو
هذا هو كيحتاكروا هما باغيين يديروا احتكار ديال البيع والشراء. كيقولوا هذا النصف كيقولوا هذا التاجر الثاني كاين التاجر الاول والتاجر الثاني، هذا التاجر الثاني كيقولوا هذا التاجر الثاني هو اللي كيزيد السلعه، هما اللي كيحتكروا السلعه من اللي باغي الوقت، هما اللي باغيين يحتكروا السلعه باش يعني انت غتضطر تاخذ السلعه بزمنك بزمنك غتاخذ السلعه يعني بزمنك كيولي بحال الضرب بحال الاكتظاظ غيولي شويه. كنقولوا حنا ماشي غير مره غير نفس الوقت. وبالنسبه لعاوتاني اللي كاين السلعه، كاين السلعه اللي كتجي من اكادير، كاين السلعه اللي كتجي من القنيطره، يعني المغرب كله السلعه كتدخل هنا للدار البيضاء، يعني ما كتدخلش لوقت واحد، كاين السلعه كتدخل من هادشي اللي بغيت نقول لك. واحد السيد قال كورونا، في كورونا كان التوقيت ما كانش توقيت، ما كانش توقيت، فاش كانوا كيقولوا غنبداو من هنا وغنسيناش ما عمر التوقيت اتفقنا عليه، بغاو يديروا ما اتفقناش يعني كورونا في الوقت اللي كان الحجر وكان الوقت هذا وهذا. هذيك الوقت كان تسيب، هذاك الوقت ديال كورونا اللي كيقولوا كان الوقت كان تسيب، ما عمرنا احنا اتفقنا على التوقيت. ما عمرنا اتفقنا على التوقيت لان الخضره ما عندهاش توقيت، يعني احنا دابا ما نهضروش على دابا الجو كنقولوا مناسب شويه غيدخل الحال، غيدخل الحال السلعه غتوجد، الانسان خاصو يبيع سلعته يبيع في اي وقت. احنا كنقولوا دابا خيزو جلبانه اللفت هذاك الشيء ما غيصبرش ليه، ورمضان جاي ورمضان جاي هذا الشيء الله يكون في العون. التوقيت ديال رمضان طبيعه الحال. اذا شنو هو الحل في نظركم؟ واش اخويا حدايا شنو الحل في نظركم؟ هو التوقيت خليه كيما هو التوقيت خليه كيما كان 24 ساعه 24 ساعه كانت الخدمه مزيانه، وهاد الغلار ما كانش فوضى وعشوائيه، ما كانش فوضى وعشوائيه، وراه كاين الامن الحمد لله هنايا ما كانش فوضى وعشوائيه، وهاد الغلار ما غيبقاش لان هاد الوقيته كيعجز فهمتي المنتوج ما كيبقاش يكون بكثره، ولكن حيت كاين الجو بارد راه ما كاينش غا واحد شهرين راه كلشي كيرجع العشوائيه. الله قبل شهرين غيديروا الفوضى العشوائيه، مطيشه راه قبل شهرين هاد كان جوج دراهم، وكانوا التجار الصغار خدامين فيها كيبيع على 30 فرانك ولا 20 فرانك، راه كان هاد الثمن رخيص، وكان هاد التاجر الصغير راه ماشي والد اليوم، راه من زمان كان كلشي كان خدام، كان التاجر كبير والتاجر صغير، وكانت الخضره رخيصه، الخضره رخيصه ما عندهاش العامل ديال التاجر الصغير وما عندهاش عامل ديال التوقيت. نعم خضره الثمن ديال التوقيت ما عنده علاقه بهذا الشيء، وما عنده علاقه وهذا التاجر الصغير ما عنده علاقه ب يعني الغلاء ديال الاسعار ان شاء الله غير تبدا تقعد في الحال، ان شاء الله غتدخل الحال ولا صبات الشتاء وغتدخل الحال راه غتدخل 20 يوم 20 يوم 20 يوم كلشي غيتبدل، السومه راه ما كتبقاش 20 يوم بالنسبه ديال الفوضى. غادي نفرحوا المغاربه 20 يوم 20 يوم شهر كلشي كلشي ولي موجود، كلشي ولي موجود، كلشي ولي موجود، يولي في القدره ديال المواطن. دابا الفلاح كيشري بطاطا ب 300 ريال الكيلو باش كيزرعها، كياخذ الخيشه ب 22000 ريال، كياخذ الدواء ب 70000 ريال، البلاصه جايه غاليه، البلاصه مطيشه 55 مليون الكيلو، لا زوج مطيشه 55 مليون الكيلو، 55 مليون الكيلو، شحال كيخرج؟ ما عرفتش الطوناج ولا 10 55 مليون راه تخرج وقيلا كيشريو البطاطا تحت الارض 110 ريال دابا 110 ريال تحت الارض كيجيبوها على حساب الصلاح ولا ما كان الصلاح راه 160 ولا ما كان الصلاح راه غتكون 160 ماشي الله يحد الباس الله يحد الباس وكندخلو وكنقولو الوالي هو اللي خاصو يجي فاكلين هادشي والي ديال الجهه الوالي ديال الدار والي ديال الجهه ديال الجهه ديال الدار البيضاء انا محروق في المارشي ما عطاونيش ريال محروق عليا سلعتي امتى شعلت ملي شعلت العافيه اشنو هو المدير اللي دار سقف واحد جوج زنقات اللي دارتهم ما تعوضتيش والله ما يعطيوك ريال شكون يعرفك والله ما يعرفك واحد عندي 52 عام انا في المارشي الناس بغيتي الوراق نوريك 52 عام شنو توريني الوراق واش انا ما كنعرفكش سناك انا تتوريني الوراق معروف الحمد لله هنا كل واحد كنعرفوا شحال هو هنا وشحال ايه ما خلينا عايشنا به الدراري عايشنا به كل شيء واش كيجي سيكوريتي يحبسك عند الباب يقولك ما تدخلش وانت سرعتك كتضيع الفوضى دابا هذا هو السبب اللي باغيين غادي تكون الفوضى يعني ملي الانسان ما بغيناش الفوضى هذاك الشيء حنا اللي باغيين حنا باغيين السلم حنا معولين حنا موالفينكم انت بالنظام موالفينكم التاجر كيبغي يدخل سوق الجمله كيحبس السيكوريتي راه لا يعقل السيكوريتي شحال يعطيها لك وكيدور على الخضره التاجر جاي من مدينه اخرى كيجي سيكوريتي كيهزها لك يديها التاجر جاي من مدينه اخرى باش غيتسوق جاي معاه فلوس وجاي معاه كيقولوا لي لا التوقيت ثلاثه واش غيبات هنا قهوه حنا شنو التوقيت اللي داروا لكم شنو التوقيت اللي داروا ثلاثه الصباح ثلاثه الصباح عاد تبداو عاد تدخل عاد تدخل عاد تدخل عاد تدخل عاد يبداو يدخلوا الناس يتقداو ثلاثة ثلاثة عادي حلو عادي حلو الميدان هاد الحبيبة اجي عندي عند السمن ما تدخل حتى ثلاثة اجي اجي مولات المسمن اجي بغاو يخليونا بلا مسمن بخير الحبيبة ديالك زيدي حبيبتي زيدي انا كندير المسمن كندخل مع الثمانية الليل حبسوني حتى ثلاثة الصباح
واش بقاي ديري من 8 الليل 3 الصباح؟ يلاه العجل ويلاه الوجه. اش بقاي ديري داكشي داك الوقت اللي غتوجدي فيه باش يلاه تبداي تبيع؟ يلاه نبدا نبيع حتى انا مع الوحده مع الجوج. الوقت اللي تحل السوق غتبدا تبيع. وانت كرهتي؟ بدات انا نبيع وعايشه من هاد البلايصه هي اللي عايشه منها، كنخلص الكره هنا وكنخلص الكره هنا في الدار، ما عنديش من عايشه الا من هاد المارشي. انا كنحييوك برافو عليك، التصفيقات حاره على هاد السيده، غنصفقوا عليها. هاد المارشي شحال من واحد ماشي غير انا، ما كنهضرش غير على راسي، شحال من درويش عايش هنايا وحرموه حرموه. اذا شنو الرساله ديالكم اليوم؟ الرساله ديالي هي هاد التوقيت يحيدوا. هاد التوقيت ما خدامش، هاد التوقيت ما خدامش، المارشي خدام 24 ساعة على 24، كلشي واكل كلشي شارب كلشي كلشي مروج. كاينة مرا ما عندهاش كتدخل تلقى قطعة خضراء، كتدخل تلقى قطعة خضراء وكتعيش منها وليداتها، حتى هي حرموها. علاش؟ خاص بنادم كلشي عايش من هاد المارشي يبقى عايشين، يخليونا عايشين. حنا راه قتلتنا الأسعار اللي تزادت، قتلونا بالأسعار، كلشي مزيود وهذا الشيء داروه لينا طبقوه لينا راه ما خداش، خصوصا تزامنا مع الزياده في الاسعار شويه القادمه. الزياده في الاسعار قتلونا ورمضان على الابواب. أنا نعم انا حرفتي غنسمن، كنجيب السلعه مقيومه عليا بعدد ديال الفلوس تماما. وما وهكاك انت بايعه وشاريه مع هاد الناس، هاد الناس هما بايعين وشاريين، انت بايعه وشاريه مع هاد الناس. ثلاثه غطيب حتى الخمسه، يعني الناس راه مشاو لمن غتبيعها وهي شاريه السلعه بثمن، لمن غتبيعها؟ يلا لمن وكاريه قهوه لمن غتبيعها؟ 8000 ريال باش كنخلص السيمانه، 8000 ريال كنحطها للسيمانه، منين غتجيني؟ منين غنعطيها؟ وشحال وانا مريضه جالسه؟ لا اله الا محمد راسك. يلا جيت نهار الحد باش غنغسل الدوزاني تاني باش غنبدا. سمعتي الخبار؟ حبسوني نهار الحد في الليل. اذا راه طبقوا هما هاد النظام. حبسوني ثلاث ايام هذه وانا محبوسه على راسي. ما ندخل حتى الثلاثه. ما تناشروش مع شي تاجر. هاد الشيء يعني بدون سجل. الباح بقيت حتى ل 10 ديال الليل. ما كاينش شي بلاغ ولا شي اعلان اللي عطاو التفجير. اجي حدايا اجي حدايا. هاد النظام ما خدامش بالكل. دابا كاين اللي كيجي مع الجوج. كيتقدا كيمشي بحالاته. وطوموبيلته. كيجي واحد مع الثلاثة كيتقدى كيمشي بحالته، كيخوي البلاصة هذاك مول الجوج خوان مول الثلاثة. كيجي واحد مع الربعة كيتقدى يمشي بحالته، كيجي واحد مع الخمسة كيتقدى يمشي بحالته. تفرض أنت على الناس الوقت مع شي. أنت غدير اقتضاد بعدا ديال الحديد هو الأول الزعام. وهذاك اللي كيجي مع الجوج كيدور كيتقدى باش كيتاوى، كيبدا يتاوى مع البيع والشري. أما إلا جات دقة واحدة راه غيكون واحد الثمن رفيع، حيت ملي كتجيب عندي 15 واحد ملي غتكون عندي 15 واحد واقفة عليا الثمن باش بغيت نقول نقول ناس البارح جايين باش يتقداو السلعة، جايين باش يتقداو السلعة. حبسوه قالوا خلينا بغينا ندخلوا غنتعشاو، حنا ما معشتينش سيروا السباتة تعشاو، سيروا السباتة تعشاو. اش غيمشيو السباتة يتعشاو؟ الذهب الحديد الذهب هنا باش غيتعشاو ويتعشاو سلعتهم يمشيو. يعني هاد النظام بغاو يديروا على المقاهي، بغاو يديروا على كل شيء. راه تم الخبز وعايش الملك وعايش الملك. حنا بغينا سيدنا يدخل هنا ويشوف هاد الشيء ديال هنا، حنا بغينا سيدنا يدخل هنايا وعايش الملك وعايش الملك وعايش الملك. حنا بغينا كنامروا سيدنا يدخل المارشي ويشوف القوانين ديال المارشي ويشوف هاد الناس اللي في هاد المارشي راهم كيضيعوا راهم كيضيعوا. واخا دابا شنو؟ واش كاين شي تشاورات؟ كاين شي تفاوضات؟ داخلين المدير وكاينين شي ناس كيمثلونا، مدير والسلطه شي تجار كيمثلوا كل واحد في الحرفه. هاد الجمعيه ما كتمثلناش، هاد الجمعيه ما كتمثلناش حنا حلبيه. هاد الرئيس جمعيات حنا. انا مراه، انا مراه شحال من عام وانا في المارشي، عمر شي جمعيه ما جات عندي وقالت لي واش واخذ العيد ولا ما واخذاش، واش عندك ولا ما عندكش؟ عمر شي جمعيه ما دقات عليا. انتوما اللي كديروهم. درناهم باش درناهم باش درناهم باش يهضروا علينا. هاد التوقيت اللي داروا هما ماشي في صالحنا حنا. بحال البارح، البارح حنا شارين السلعه، كيقول لك هو تلحق تفوت ثلاثة ما تشريش انت السلعة. حنا السلعة كتدخل حتى مورا ثلاثة بعد مرات. أربعة قبل المكان. حنا عندنا حنا كنشارجو كنخرجو على برا، أنا غادي لبني ملال. أنا عندي فياج غادي لبني ملال. عندي فياج غادي الرباط. كنشارجي من هنا. راه ما خدامش فيها. أنا كنخرج حتى لتسعة وتليل العشرة. خاصني نتسنى القرعة. كتدخل حتى للمغرب. ما دخلتش للعشاء. كتسنى اللوبيا تدخل حتى للعشاء. بعد مرات كي ما كيجيكش السلعه كتجيك حتى 10 الليل. وغتسمع المواطن يدخل في الرباط، غتبع الناس يدخل في الرباط، هاد السلعه ولينا كنشريو فيها بحال كنشريو فيها كونتربوند. البارح خزنا هاد الناس حبسونا ملي شريناها، بغينا نحولوها لبلاصتنا. عندنا كاميون شارجي واش غنحولو نهزو في ديك السلعه؟ خصنا تريبورت ولا غيجيبها لينا؟ موتور شارجينا سلعتنا في الموتور
جالينا السيكيريتي حبستي الموتور باغي تعتقلو هو السلعه ديالو. السلعه شحال مخلص فيها؟ 180 الف ريال ديال السلعه. باغي يدير لي طريبورط ومشارجي السلعه ب 180 الف. فين غنمشيو حنا؟ خد لوبيا. ها لوبيا ب 460 ريال باش خلصتها من الكاميو. 460 ريال يعني 23 درهم باش خلصت اللوبيا. دابا القرعه 23 درهم. هاد القرعه هاد القرعه لا تيش ليها. عندنا 300 ريال ديال السير في الصندوق. صندوق فيه 300 صير ما بين الكره ديال الكاميو كاري كاميو ب 40000. عندك 1000 درهم ديال الخدامه انا كتخلصها. عندك روينه عاد عاوتاني الصنك ديال السوق اللي انت غادي ليه. وهاد الناس بغاو يطبقوا علينا حنا ثلاثه وصلوا المواطن ب 50 درهم. انت ما تهجش السلعه من المارشي والثلاثه السلعه باقا ما دخلاتش اختي فاطمه الزهراء المارشي. غادي كاميو خاوي جي كاري انت ب 40000 لا ماشي من القرار كاري انت ب 40 درهم وخلص خدامه ورجع خاوي. صير من جيبك ورجع خاوي. دابا قرعه كرشيت حيت هذا الرئيس ديال الجمعيه ما كيمثلناش حنا. ما عنده علاقه بالخضره السيد. السيد راه عنده البنان اش بينه وبين شي خضره ما كيمثلناش السيد هذا. ما عنده علاقه بالخضره اصلا. هاد المواكز اللي كيهضروا عليهم هما ديال البنان هما عندهم توقيت محدد ديالهم من بكري من بكري عندهم الفريكو حتى الربعة الصباح كيحبسوا مع 12 النهار ما يطبقوش علينا حنا خضره. هذا كيخور ربعه الفواجات في النهار ربعه عندهم الفطر هذيك خيزو الحاجه ديال الماء داروا لي ما خويتيش غتخمج لك. واش عنده فريكو هو عنده التفاح البنان والفروي واش راه يخسر الحاجه كانت في الفريكو؟ لا ما يخسرش. هاد السيد راه ما كيمثلناش حنا بصفه نهائيه وما كيعرفش يقول الفلاحه. خاصه نطالبوا شي واحد يكون فلاح يدخل هاد الجمعيه. هاد السيد راه مثل راسه ولكن انتوا هادو مصوت عليه لعن الله شكون اللي مصوت عليه هذا السيد. هاد السيد دوك راه ما تشوفش مع المدير ما كيدير والو. وكنطلب انا اللجنه تجي وتشوف هاد الشيء اللي واقع في المرشي. هذا من كل واحد سيكيريتي حبسوا الباب على برا وكياخذ الرشوه كياخذ 400 وكيدخل اللي بغى ويخرج اللي بغى. دابا نيت حاليا وشوف هاد الشيء انتوما وتشوف بعد الامر واقع. عندي واحد السيد مشى عندي البلاصه مشى عندي السيد البلاصه قلت له انت كيفاش دخلتي راه حابسين الباب. قال لي راه دورت مع السيكيريتي ودخلت. كيعرفوك تدخل ما تدخلش. حبس الباب دخل من مغاق ميزيد دخل ما ميزيديش ما تدخلش. والسيكيريتي ولات عنده سلطه ديال رجل الامن ولا السيكيريتي كيجي كيهز بنادم كيختطفو. واش هذا سيكيريتي واش معطيه هذه السلطه السيكيريتي؟ لا لا ما عندوش السلطه. معروفين مع احترامنا لحراس الامن الخاصين احترامنا للسيكيريتي ولكن خدمتهم راه معروفه ومحدده. خاصهم ينوطيو بنادم هنا في هذا المارش. الحق لا الاحتجاز لا الاعتقال لانه يقلبك لانه ولا سيكيريتي هاز مول تريبورت واش دايروا في الطوموبيل وغادي به راه صافي. نشوفوا شنو نشوفوا نشوفوا شنو داروا.